طلبة الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بيكم في المحطة الأخيرة النهائية. والنهاردة فعلا المراجعة النهائية في مادة علم النفس. قبل ما نبدأ ونقول، احنا عايزين نحط كده مقولة قدام عينينا: تفاءلوا بالخير تجدوه. إن شاء الله نتفائل ببعض الأسئلة اللي احنا هنجيبها النهاردة في الحلقة ونجدها بكرة في الامتحان. أهم حاجة إن أنا ما أوترش نفسي. ما قلقش، مش هقول لك ما تقلقش، هو وارد ان كلنا هنكون قلقانين، حتى احنا نفسنا هنكون قلقانين معاكم، بس اهم حاجة انك تكون واثق من نفسك. وارد برضو ان انت في اسئلة تتخض او تكون نسيها او تكون مش عارفها. ادي فرصة للمخ ان هو يشتغل ويبحث عن الاجابة عشان يعرف يجيبها صح. نبدأ أعزائنا الطلبة في المراجعة النهائية. تعالوا بينا نشوف السؤال الأول هيقول إيه ونعرض إجابته مع بعضينا. أذكر مظاهر النمو العقلي في مرحلة المراهقة. خلي بالك من المراهقة. ينمو لديه الذكاء المجرد، ينمو لديه عمليات الاستنباط والاستنتاج والاستدلال، يسير النمو العقلي من المجمل إلى المفصل ومن الكل إلى الجزء. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر. أذكر أهم العمليات العقلية التي يستطيع المراهق القيام بها والتي تزداد تفصيلا. خلي بالك المراهق بيقوم بثلاث عمليات. سمع واحد أهو بيجاوب معايا بيقول لي انتباه وتخيل وتذكر. برافو عليك. تعالوا بينا نشوف كل عملية. الانتباه يزداد عمق ومدى الانتباه، لذلك يستطيع استيعاب دروس أطول، ويرتبط مدى الانتباه بالذكاء العام ويساعد على تحصيله المرتفع ويزيد من تذكر المراهق. التذكر يكون التذكر ليس آلي، لأنه يعتمد على الفهم وليس التذكر آلي قائم على الحفظ. التخيل يكون التخيل مجرد وقائم على المعنويات بدلا من التخيل الحسي، لذلك تكثر أحلام اليقظة التي يبني فيها آماله وأحلامه. وتعتبر القدرة على التخيل هي الأساس في دراسة العلوم القائمة على التفكير المجرد مثل الرياضيات. تعالوا بنا ننتقل لسؤال آخر. اشرح معالم النمو الانفعالي لدى المراهق. أطلق عليها جورج ستانلي هول مرحلة أزمة، لأنها مرحلة توتر انفعالي شديد مصدره تغيرات جسمية ونفسية تحدث في هذه المرحلة، ولذلك أطلق عليها مرحلة الضغوط والعواصف. وتختلف أزمة المراهق في شكلها ومضمونها من مجتمع لآخر ومن حضارة لأخرى حسب تفسير علماء الاجتماع. تعالوا بنا ننتقل لسؤال من الأسئلة الهامة. ممكن يجي لك نقطة واحدة منهم ويقول لك ضاع علامة صح أم خطأ مع التعليل. اشرح العوامل التي تزيد من الانفعالات والعصبية والصراع لدى المراهق، وهي: ينشأ الصراع لدى المراهق بين رغبته في أن يعامل معاملة الكبار في الوقت الذي ما زال يعامل فيه معاملة الصغار، أو على الأقل لا يعامل المعاملة التي يرى نفسه جدير بها. 2- ينشأ الصراع في نفس المراهق بين دوافعه الجنسية التي تثيره وتستفزه وبين الموانع الخارجية مثل العادات والتقاليد والقيم والدين والتي تنظم إشباع هذه الدوافع، وأيضا الموانع الداخلية ممثلة في الأنا الأعلى الذي يعمل على كف هذه النوازع. ينشأ الصراع لدى المراهق بين رغبته في الاستقلال عن والديه واعتماده على نفسه، وبين ميله إلى الاعتماد عليهما لعدم نضجه، وهو لا يدرك بوضوح هذا الصراع، ولكنه ينتبه إليها عندما يثور على والديه ثم يندم على ذلك. 4- يحدث الصراع بسبب توازن عدم جوانب النمو، لأن النمو الجسمي يسبق النمو العقلي والانفعالي والاجتماعي، وبالتالي يكون المراهق في حجم الراشد الكبير جسمياً
ولكن سلوكه لا يزال بعيدا عن سلوك الراشد. المحيطين بالمراهق يتوقعون منه سلوك راشد ويكلفونه بأعمال فوق مستوى نضجه مما يجعله يفشل في القيام بها، لذلك يشعر بالسخط والإحساس بالظلم. 5، يحدث الصراع بسبب رغبة المراهق في تحقيق ذاته وفشله في بعض المواقف. مثال: قد يريد المراهق أن يتفوق دراسيا لكنه لا يستطيع. 2، قد يحاول أن يتفوق رياضيا ولكنه لم ينجح. 3، يحاول أن يظهر بمظهر القادر ماديا ليجاري رفقائه ولكن إمكانياته لا تسمح، مما يجعله يشعر بالسخط ويبحث عن مصدر يحمله مسؤولية هذا الإحباط مثل الأسرة أو المدرسة. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان: حدد مظاهر النمو الاجتماعي لدى المراهق. يتميز المراهق اجتماعيا بالآتي: يتسع المجال الاجتماعي للمراهق عن الطفل، فبعد أن كان يعتمد على الأسرة والأقارب والجيران في علاقته أصبح يقيم علاقات خارج الأسرة. يكتسب المعايير والعادات والأعراف من المؤسسات الخارجية. يصبح تأثير الرفاق والزملاء أكثر من أي فئة أخرى. تزيد خبراته الاجتماعية ومهاراته في التواصل مع الآخرين، فبعد أن كان يقبل معايير وتقاليد الأسرة أصبح يختار ويناقش ما يتماشى مع آرائه. تعالوا بينا ننتقل إلى سؤال آخر: اشرح النمو الخلقي والاهتمامات الدينية لدى المراهق. يعد إحلال الضوابط الداخلية للسلوك محل الضوابط الخارجية تعبير عن النمو الخلقي، ومن المهام الهامة لمرحلة المراهقة تعلم المراهق ما تتوقعه منه جماعاته ويتشكل سلوكه وفق هذه التوقعات دون إشراف مستمر أو تهديد بالعقاب. مراهق في مرحلة سعيه إلى الكمال، نجد المراهقين يصنعون لأنفسهم وللآخرين معايير أخلاقية مرتفعة يصعب أحيانا الوصول إليها، وحين يعجز عن الوصول إليها يشعر بالذنب ويعاني من اضطراب الضمير، لذلك نجد المراهق أكثر استعدادا لتقبل اللوم، ولو زادت مشاعر الذنب عنده وتكرر حدوثها فقد يهرب إلى أحلام المراهقين. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر: عرف مفهوم الشخصية. تختلف مفاهيم الشخصية باختلاف زوايا النظر إليها، ومن ضمن هذه المفاهيم الشخصية كمثير، وهي ما يمتلكه الفرد من مظاهر خارجية وقدرته في التأثير على الآخرين، أو كما قال فليمنج مجموعة الأفعال التي تؤثر في الآخرين. ونلاحظ على هذا التعريف: إهماله للتنظيم الداخلي للفرد، يجعل حكمنا على الشخصية خاضع للسمعة والشكل الخارجي. الشخصية كاستجابة: تحدد الشخصية في ضوء استجابة الفرد وأسلوب توافقه مع الظواهر الاجتماعية. نلاحظ على هذا التعريف: استجابة الفرد للمواقف تختلف من فترة إلى أخرى ومن موقف إلى آخر، وبالتالي لا يكون للفرد شخصية واحدة ثابتة. 3، الشخصية كتنظيم داخلي. ومن أمثلة هذا النوع من المفاهيم الشخصية تعريف ألبرت للشخصية، الذي يرى أن الشخصية هي التنظيم الديناميكي داخل الفرد لجميع أجهزة النفس الجسمية التي تملي على الفرد طابعه الخاص والمميز في السلوك والفكر. ونلاحظ على التعريف ما يلي: الشخصية تنظيم ديناميكي. فالشخصية ليست تنظيم ثابت وساكن، إنما في حالة من التناسق والتفاعل والترتيب. أجهزة النفس جسمية، حيث تتكامل مكونات الشخصية في وحدة لا يمكن فصلها. تملي على الفرد، فالشخصية توجه كل أفعال وأنشطة الفرد وسلوكياته. طابعه الخاص والمميز، ف
فهي تميز الفرد عن غيره وتحدد أسلوبه الفريد والخاص. السلوك والفكر تعني أن كل ما يفعله الفرد يجعله قادر على السيطرة والتحكم في الأحداث. تعالوا بنا ننتقل لسؤال آخر، اشرح نظريات الشخصية. خلي بالك من النظريات، هتجيلك منهم واحدة. أولا نظرية الأنماط، أقدم النظريات التي حاولت تفسير الشخصية، ويرجع نشأتها إلى هيبوكراط حيث ربطت بين الجوانب الجسمية والفسيولوجية والشخصية، ويرى أن الشخصية تقوم على الاختلاط والتكامل بين الجوانب الفسيولوجية والشخصية، وقسمها لأربع أنماط. النمط السوداوي ويتسم بالآتي: بطيء التفكير، قوي الانفعال، يميل للانطواء والتشاؤم والانقباض والاكتئاب. النمط الصفراوي: طموح، عنيد، جاد، حاد الطباع، سريع الاستثارة والغضب. النمط الدموي: سهل الاستثارة وسريع الاستجابة ومتفائل ومرح ونشيط. النمط البلغمي: بطيء الاستثارة ويغلب عليه الخمول والتبلد الانفعالي. خلي بالك ان هيبوكراط يرى ان الشخصية السوية هي نتاج لتوازن الامزجة الاربعة، اما اذا تغلب احد الامزجة على الاخرى تحدث الاضطرابات والامراض النفسية. نقد النظرية: اخفال الفروق الفردية بين الافراد. تعالوا بنا ننتقل لنظرية اخرى، وهي نظرية التحليل النفسي، ويرجع نشأتها إلى فرويد الذي يرى أن الشخصية تعتمد على خبرات الطفولة المبكرة، الدوافع اللاشعورية والصراعات والإحباطات. أما حديثا أصبح علماء مدرسة التحليل النفسي يركزون على دور المتغيرات الاجتماعية والتفاعل مع الوالدين في نمو الشخصية، وتعتمد هذه النظرية على اختلاف توجهات على الملاحظة والاستبطان والتداعي الحر للأفكار. ثالثا النظرية السلوكية، يرجع نشأتها إلى واتسون حيث يرى أن الشخصية هي مجموعة من العادات المكتسبة والمتعلمة، وتركز على السلوك الظاهر الذي يمكن ملاحظته وقياسه بغض النظر عما يحدث بالداخل. ورفض واتسون العوامل الوراثية وتأثيرها على الشخصية، إلا أن العلماء المحدثون أدركوا أهمية العوامل الوراثية والدوافع وتأثيرها على الشخصية. رابعا النظرية الإنسانية، تسمى القوة الثالثة لعلم النفس بعد نظريتي التحليل النفسي والسلوكية، وهي تركز على الطبيعة الخيرة للإنسان، فالإنسان خير بطبعه. ويرجع نشأتها إلى مصلو الذي اهتم بتحقيق الذات والإبداع وأهداف الحياة، ويرى أن السلوك دائما له هدف محدد. تعالوا بنا ننتقل نماذج من بعض الشخصيات. خلي بالك من السؤال ده، الشخصية الطبيعية أو العادية؟ واختلف العلماء حول المحك الذي يحدد الشخصية الطبيعية، مثل منهم من يرى أن الشخصية الطبيعية ذلك الشخص الذي تتميز شخصيته تكامل خصائص شخصيته وتوازنها ويسعى إلى هدف معين. ذهب آخرون إلى أن الشخص الطبيعي هو الذي يتمتع بالصحة النفسية والعقلية. ذهب آخرون إلى أن الشخص الطبيعي هو ذلك الذي يخلو من الاضطرابات النفسية والعقلية. ذهب آخرون إلى أن الشخص الطبيعي هو الذي يتمتع برزانة العقل والثبات الانفعالي وسعيد، ويتمتع بنشاط كافي ومتوافق مع البيئة، وليس في حرب مع نفسه أو غيره. ثانيا الشخصية الانطوائية، تتميز بالميل للانعزال والوحدة والتأمل منفردا، غارق في أحلام اليقظة، قليل الاهتمام بالنواحي المادية، حساس المزاج وسريع الانفعال. الشخصية الهستيرية،
حب الذات والظهور وجذب اهتمامي وانتباه الآخرين والتواكل على الآخرين والمبالغة والكذب والتمثيل، انفعالات طفولية وسريع التقلب. الشخصية السيكوباتية، وهو شخصية ضد مجتمعية لا يتصرف بإرادة واعية كاملة. ظهور اضطراب في السلوك في سن مبكر، اتجاه مؤذي ومضاد للمجتمع. مندفع، خروج عن السيطرة، يستجيب لوسائل الشدة واللين. عدم النضج العاطفي، النقص في الحكم على الأمور. خامسا الشخصية الدونية، يعد النقص مركب نفسي لا شعوري يرجع للعديد من العوامل، ومن أهمها يعاني من عجز دائم في تلبية التزاماته، مرتبة أدنى في التعامل مع الآخر، يميل إلى الخنوع والخضوع والاستسلام، يفتقد الشعور بالثقة ويرضى بالأدوار الهامشية. سادسا الشخصية المبدعة، ألا وهو منهج علمي في التفكير، يلفت انتباهه ما لا يلفت انتباه الآخرين، يفكر فيما لا يفكر به أحد، يقدم حلولا حديثة وغير تقليدية، ويتميز بارتفاع نسبة الذكاء. تعالوا بنا ننتقل لسؤال آخر، عرف الاتجاهات. تركيب عقلي نفسي أحدثته الخبرة، يتميز بالثبات والاستقرار النفسي، ويوجه سلوك الأفراد من قريب أو بعيد عن عنصر من عناصر البيئة. مثال: حب الفرد لتخصص أو فرد معين أو جماعة معينة. اشرح مكونات الاتجاه. يتكون الاتجاه من 3 عناصر أساسية متفاعلة، وهي المكون المعرفي، وهو المكون الذي يشتمل على معارف ومعتقدات وأفراد الفرد ومعلومات نحو الموضوع، والتي تسهم في جعل الاتجاه سلبي أو إيجابي نحو الموضوع أو الموقف. 2 المكون الانفعالي، وهو المكون الذي يضم مشاعر الفرد وانفعالاته نحو الموضوع، ويعتبر هذا المكون عرضة للثبات وعدم التغير، ويحافظ على استمرار الاتجاه لما ينطوي عليه من شحنات انفعالية. المكون السلوكي، وهو المكون الذي يضم سلوك الفرد وتصرفاته وميله ونزوعه للقيام أو عدم القيام بسلوك معين تجاه الموضوع. فإذا أعجب الفرد موضوع معين أو شخص أو جماعة، فإنه يسلك سلوكا يتيح له الاقتراب منه. مثال عام: اعتقاد الفرد بأن التدخين ضار بالصحة مكون معرفي. كراهية الفرد لرائحة التدخين مكون وجداني. الابتعاد عن المدخنين أو منعهم مكون سلوكي. أذكر أهمية دراسة الاتجاه. يعتبر هيربر سبنسر أول من استخدم مفهوم الاتجاه، ويرجع انتشار الاتجاه وكثرة استخدامه إلى عدة أسباب، منها يتسم بالثبات النسبي، متعلمة ومكتسبة وبالتالي يمكن تغييرها وتعديلها. يمكن التنبؤ بها من خلال المعرفة باتجاهات الأفراد وسلوكهم في المواقف. تمثل الصلة بين قيم المجتمع واتجاهات الأفراد. تحدد الكيفية التي يستجيب بها الفرد لمواقف الخبرة التي يمرون بها. تعالوا بنا ننتقل لسؤال آخر تحت عنوان أذكر خصائص الاتجاه. متعلمة ومكتسبة وليست فطرية. تتكون وترتبط بمواقف ومثيرات اجتماعية. لا تتكون من فراغ. تتعدد وتختلف حسب المثيرات. تتضمن عنصر عقلي يعبر عن معتقدات ومعارف الفرد عن موضوع الاتجاه. تتضمن عنصر انفعالي يعبر عن تقييم الفرد وحبه لموضوع الاتجاه. تتضمن عنصر سلوكي يعبر عن سلوك الفرد نحو موضوع الاتجاه. تعبر الاتجاهات وتعتبر نتاجا للخبرات السابقة، وترتبط بالسلوك الحاضر وتشير إلى السلوك في المستقبل. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان حدد وظائف الاتجاهات. تحدد طريق السلوك وتفسره. ينعكس على سلوك الفرد في أقواله وأفعاله وتفاعله مع الآخرين.
تيسر للفرد القدرة على اتخاذ القرارات في المواقف النفسية المتعددة، توضح العلاقة بين الفرد وعالمه الاجتماعي، توجه استجابة الفرد للأشخاص والأشياء والموضوعات بطريقة ثابتة، تساعد الفرد على أن يشعر ويدرك ويفكر بطريقة محددة، تساعد على مسايرة الفرد لما يسود مجتمعه من معايير وقيم. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان أذكر طرق تغيير الاتجاه. على الرغم من أن الاتجاهات ثابتة نسبيا وتقاوم التغير، إلا أنها عرضة للتغيير والتعديل نتيجة تفاعل الفرد مع البيئة. أهم العوامل التي تساعد على تغيير الاتجاهات: ضعف الاتجاه وعدم رسوخه، سطحية وهامشية الاتجاه، وجود خبرات مباشرة تتصل بموضوع الاتجاه، وجود اتجاهات موازية أو متساوية في قوتها. أهم العوامل التي تجعل تغيير الاتجاه أمر صعب: قوة الاتجاه ورسوخه، جمود فكري وصلابة في الرأي، مصاحبة الاتجاه لانفعال شديد وتحوله إلى تعصب أعمى يصم الأذن ويعمي العين، إدراك الاتجاه الجديد على أنه تهديد للذات، محاولة تغيير الاتجاه رغم إرادة الفرد، الدوافع القوية عند الفرد تعمل على مقاومة تغيير الاتجاه. موقف الفرد من الجغرافيا يحدد اتجاهه نحو موضوعات الجغرافيا. 2- القيم أكثر ثباتا من الاتجاهات وأقل قابلية للتغيير منها. 3- القيم تحتوي على جانب أخلاقي وتفضيلي، بينما الاتجاهات قد تكون سلبية. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان أذكر أهم الانفعالات التي يشعر بها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. 1- انفعال الخوف. فالبنات أكثر تعرضا للخوف من البنين، ويخاف الطفل من الحيوانات والظلام والأطباء والحقنة أو الدواء المر. 2- انفعال الغضب. يغضب الطفل عند حرمانه من إشباع رغباته أو إعاقة حركته، ويظهر الغضب على هيئة احتجاج وعناد ومقاومة، ويرتمي على الأرض ويركل الأرض بقدميه. 3- الغيرة. يغار الطفل عند ميلاد طفل جديد. حدد مظاهر النمو اللغوي. تظهر اللغة بوضوح ودقة وتختفي الأخطاء اللغوية: قلم تلم، مدرسة مترسة، أحمد أمد، أو إبدال بعض الحروف مثل حازم وحامس ورمضان ومرضان. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان حدد مظاهر النمو العقلي في الطفولة المبكرة. مرحلة التفكير الحسي والتمركز حول الذات، ولا يستطيع الطفل التركيز على بعدين أو أكثر. علاقة مع الأم بالابتسام والراحة عندما يراها. تظهر فيها الذكاء الاجتماعي. سؤال آخر من الأسئلة الهامة: أذكر الصفات الإيجابية التي يكتسبها الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة. الاستقلال الذاتي وقوة الإرادة، القدرة على التحكم، الدافعية للإنجاز. بس خلي بالك، يتوقف ذلك على مدى حب الوالدين والسماح للطفل بالحرية وتوفير الظروف النفسية والاجتماعية المناسبة. تعالوا ننتقل إلى سؤال آخر تحت عنوان أذكر مظاهر النمو العقلي في الطفولة المتأخرة. أطلق عليها جان بياجيه مرحلة العمليات العيانية الحسية، ويقصد بها القدرة على التفكير المنطقي في الأمور الحسية. حب الطفل للاستكشاف ومعرفة المجهول وارتياده، معرفة ما لا يعرفه، وحب الطفل للمعرفة لابد أن يقابله رعاية من الوالدين وتوفير مصادر للمعرفة. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر، حدد معالم النمو الانفعالي في
في الطفولة المتأخرة أو طفل المدرسة. تسمى هذه المرحلة بمرحلة الطفولة الهادئة، تتميز بالهدوء والثبات الانفعالي، وتتسم شخصية الطفل بتقبل الضوابط والنظام والطاعة. تأتي بين مرحلتين كلاهما عنيف. تعالوا بنا ننتقل إلى سؤال آخر، حدد مظاهر النمو الحركي في الطفولة المتأخرة. يستطيع الطفل التحكم في أدائه الحركي، تتسم حركات الطفل بالقوة والسرعة والرشاقة. يميل الذكور للحركات القوية والإناث للألعاب الخفيفة. تعالوا بنا ننتقل لسؤال آخر، أذكر الصفات الإيجابية التي يكتسبها الطفل في الطفولة المتأخرة أو طفل المدرسة الابتدائية. يزداد النضج العقلي والانفعالي والاجتماعي، القدرة على التفكير الاستدلالي، يهتم الطفل بالكيفية التي صنعت بها الأشياء، يهتم الطفل بالإنجاز الأكاديمي. كده أعزائنا الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، بس قبل ما نختم نبدأ بالمقولة اللي قلناها. احنا قلنا في بداية حلقتنا تفائلوا بالخير تجدوه، ان شاء الله هنلاقي ان بكرة كلكم هتطلعوا مبسوطين، ان شاء الله هتطلعوا وتقولوا ان الاسئلة ما طلعتش برة حلقات المراجعة اللي احنا عملناها، ان شاء الله هتتمكن من الاجابة الصحيحة. ثقة في الله سبحانه وتعالى، ثقة في المعلومة اللي مخزنينها. كده اعزائنا الطلبة والطالبات نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ان شاء الله امتحان موفق، اجابات موفقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.